استاذنك يا كابتن، خلينا نروح لارض الملعب وزملائي العزيزين فاروق صلاح وسلا حامد. طبعا هيقولوا لنا كالعاده واللي احنا متعودين منهم، بيقولوا لنا كل الاجواء. اتفضل يا فاروق. طبعا كل الشكر وكل التحيه للكابتن هيثم السعيد، وشكر موصول لضيوفي الكرام النهارده. كابتن هيثم، استوديو مدجج بالنجوم. طبعا كل الشكر وكل التحيه لكباتن مصر كابتن محمد السلعاوي، كابتن خالد مصطفى، كابتن اسلام علي، والكابتن كريم ضيف. وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبرحب طبعا بزميلتي العزيزه سلا حامد. لا صوت يعلو فوق صوت الديربي والقمه، مباراه الاهلي والزمالك دائما دائما وابدا تبقى مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك في مختلف الالعاب، ليها اهتمام مختلف، ليها يعني تقدر تقول يا كابتن هيثم اهتمام على المستوى الاعلامي، اهتمام على المستوى الفني، اهتمام على المستوى الجماهيري. مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك هنا على صاله الامير عبد الله الفيصل يا سلا، مباراه بدون عنوان، نقدر نقول عنوان مثير، مباراه في غايه الاهميه للفريقين. بالفعل يا فاروق زي ما انت قلت، بس طبعا خليني في البدايه ارحب بكابتن هيثم وبكل ضيوفه طبعا الكبار والكباتن الكبار في الاستوديو، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبالفعل يا فاروق زي ما انت قلت، النهارده مباراه مهمه، مباراه الدربي ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في الجوله الرابعه في المرحله الترتيبيه لبطوله دوري السوبر لكره السله. طبعا مباراه مهمه بالنسبه للفريقين يا فاروق، يعني طبعا الفرقتين، يعني يمكن النادي الاهلي بعد هزيمه مصر للتامين ونادي الزمالك بعد هزيمه مصريه للاتصالات، يمكن الفرقتين النهارده يعني بيبحثوا عن الفوز، وطبعا عايزين يفرحوا جميع جماهيرهم. يمكن طبعا خليني في البدايه يعني اقول لكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي انه النادي الاهلي في المركز الثاني في ترتيب المرحله الاولى لبطوله الدوري السوبر برصيد 5 نقاط، ونادي الزمالك في المركز الثامن والاخير برصيد 3 نقاط. يمكن طبعا خليني في البدايه كمان يا كابتن هيثم اقول لحضرتك ويعني انقل لكم يعني اخر استعدادات النادي الاهلي والكواليس قبل بدايه وانطلاق مباراه اليوم. يمكن مستر اجاستي ابوشا بعد مباراه يعني يا فاروق مصر للتامين قرر يعني انه لاعبي النادي الاهلي يواصلوا التدريبات بدون راحه ثاني يوم بعد مباراه مصر للتامين. يمكن كانت يعني التدريبات في تمام الساعه 5 مساء، ويمكن التدريبات كمان يعني فضلت متواصله لحد النهارده. كمان امبارح كان في تدريب على نفس الصاله، صاله امير عبد الله الفيصل، وكان قبليها زي في فيديو ميتنج او محاضره فيديو مع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، طبعا بيتكلم فيها على نقاط الضعف والقوه اللي موجوده عند نادي الزمالك وبعض الفيديوهات يعني لمباريات فريق النادي الزمالك. كمان النهارده يا فاروق قبل يعني او بعد ما عرف مستر اجاستي انه تم تاجيل موعد المباراه من الساعه 8 للساعه 9 وربع، قرر انه جميع لاعبي النادي الاهلي اتمرنوا النهارده الساعه 11 الصبح لمده ساعه شوتينج على الباسكت هنا بعد التدريبات في صاله الامير عبد الله الفيصل، عشان طبعا يستعدوا بشكل قوي لمباراه اليوم. يمكن طبعا يا فاروق نفس الاهتمام ده لنادي الزمالك واستعدادات نادي الزمالك لمباراه اليوم. بالفعل يا زميلتي العزيزه سلا، بالفعل يا كابتن هيثم. على الجانب الاخر لنادي الزمالك والمدير الفني اليوناني فانجلاس انجل بيولي اهتمام كبير جدا لمباراه الاهلي، خاصه بعد التعثر في اول 3 مواجهات امام فريق الجزيره. كان نادي الزمالك تلقى الهزيمه امام الجزيره بنتيجه 70-56، ثم الهزيمه الثانيه كانت امام فريق الاتحاد بنتيجه 80-65، واخر هزيمه كانت امام فريق الاتصالات بنتيجه 78-70. طبعا النهارده بيعود المحترف ادجار سوزا بعد انتهاء الايقاف ودفع الغرامه اللي كانت مقرره بعد ايقافه في مباراه الجزيره لمده 2 مباراة وغرامه 30,000 جنيه، النهارده هيكون موجود مع فريق نادي الزمالك. نقدر نقول خلال الفتره اللي فاتت عقب مباراه مصر للاتصالات، انت عارف الدوافع النفسيه، ويعني الجانب الاخر في نادي الزمالك بيدوا اهتمام كبير جدا يا سلا لمباراه الاهلي، بالنسبه لهم مباراه مختلفه ليها دوافع مختلفه. حاول يشتغل المدير الفني اليوناني مع اللاعبين على استغلال بدايه هذه اللقاء، واعتبار ان البدايه ان هذه المباراه تكون بدايه للمباراه القادمه لنادي الزمالك، ويخلق دوافع نفسيه. عنده مجموعه من الغيابات النهارده، ابرزها طبعا اللاعب انس اسامه اللي موجود حاليا في احد المراكز الطبيه بالدوحه بيجري عمليات التاهيل الاخيره، وهيعود يوم السبت القادم بمشيئه الله. طبعا بنتمنى له سلامه وكل السلامه يعني كل اللاعبين. ايضا غياب احمد عاصم وياسين ياسر وعلي حجازي ليه يعني بعد اصابتهم بالتواء في الكاحل، غيابات في نادي الزمالك. ايضا يا سلا غيابات مؤثره في النادي الاهلي، النادي الاهلي بيفتقد لعناصر مهمه في هذا اللقاء النهارده. بالفعل يا فاروق زي ما انت قلت، يمكن طبعا من العناصر المهمه اللي هتغيب النهارده عن مباراه اليوم مباراه الاهلي والزمالك هو ايهاب امين اللي هيغيب عن مباراه اليوم، طبعا بعد ما كنا زي ما احنا عارفين ان هو اجرى عمليه جراحيه، عمليه الزايده. ويمكن الجهاز الفني والجهاز الطبي يعني الفتره الماضيه كانوا مش عايزين ان هو ينزل يعني مباريات او التدريبات الجماعيه مع اللاعبين عشان خوفا من اي مضاعفات تحصل طبعا لايهاب امين وتزيد في فتره
فتره غيابه عن المباريات. يمكن خليني اقول لكم كمان انه ايهاب امين حاليا في فتره التاهيل، فتره التاهيل عباره عن يا فاروق بعض التدريبات في صاله الجيم وفي حمام السباحه، وكمان هنا يعني شوتينج على الباسكت في الصاله ولكن لوحده يعني بدون احتكاك مع اي لاعب. ولكن ان شاء الله يعني بعد اسبوعين ايهاب امين هيعود مره اخرى للتدريبات الجماعيه ويبتدي يحتك بشكل طبيعي مع جميع اللاعبين. كمان مروان سرحان يا فاروق عنده اصابه في مشتي يعني الثالث والرابع، يمكن الاصابه دي تعرض لها اثناء التمرين وهيغيب يعني مده غيابه عن الملاعب هتتراوح ما بين 6 ل 8 اسابيع هيغيب. ولكن ان شاء الله يعني بعد بكره هيكون في اشعه على ايديه عشان كمان يعني الجهاز الطبي يطمن على الاصابه، ولكن ان شاء الله يعني بعد شهر تقريبا نقول ان هو هيرجع تاني للتدريبات الجماعيه. بالفعل يا سالة عايز اقول لك برضو يا كابتن هيثم، عايز اشيد بالدور اللي بيقوم به الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي هنا في صاله الامير عبد الله الفيصل، دور كبير جدا للاداره التنفيذيه ممثل في الدكتور سعد شلبي وايضا العميد علاء صلاح مدير الامن في النادي الاهلي بالجزيره. طبعا تشديد تام على الحضور، وهو 25 فرد يتضمن اعضاء مجلس الاداره، 25 فرد من النادي الاهلي 25 فرد من نادي الزمالك. اقدر اقول لك طبقا للظروف او الامور او التنظيم اللي بالنادي الاهلي استحاله تلاقيها 25 وربع خالص يا كابتن هيثم. دور كبير جدا للاداره التنفيذيه في النادي الاهلي وايضا دور الامن للعميد علاء صلاح مدير امن النادي الاهلي بالجزيره. النهارده ايضا يا كابتن هيثم عايز اقول لك طاقم تحكيم هذا اللقاء الكابتن محمود ابراهيم والكابتن محمود جمال والكابتن ايه خالد، ويراقب اللقاء الكابتن محمد جلال. من الامور المهمه برضو اللي انا عايز برضو من خلالك ونستغل تواجدنا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، دور ويوم مهم جدا يعني بيعيشه جمهور النادي الاهلي على شاشه قناه النادي الاهلي بدءا من مباراه الاهلي وسبورتنج في كره الطائره، ثم مباراه الاهلي وهليوبلس للسيدات والفريق المميز جدا الفريق السيدات في النادي الاهلي اللي النهارده فاز على فريق هليوبلس في الجوله الخامسه بنتيجه 3 أشواط نظيفه بعد الفوز ب 25-15 و 25-10 و 25-8 ويعادل رقم الفريق التركي هالك بانك ب 76 انتصار. طبعا كان في نقطه مهمه جدا يا كابتن هيثم، كان في مباراه ما بين اصحاب الجياد واكتوبر في كاس مصر الموسم الماضي كانت في دور الثمانيه، مع انسحاب الفريقين تاهل النادي الاهلي. النادي الاهلي كان حاسب هذه المباراه ضمن المباريات علشان النهارده يكون الرقم 77، ولكن الاتحاد لم يحتسب هذه اللقاء. ان شاء الله المباراه القادمه للفريق النادي الاهلي هتكون امام فريق اصحاب الجياده باكتوبر بالاسكندريه معذره. ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي ومدير الفني الكابتن حمدي الصافي علشان يحقق رقم قياسي ان شاء الله يحسب لفريق النادي الاهلي. احنا موجودين معاك يا كابتن هيثم لو في اي استفسار او اي تساؤل، الاجواء الامور هنا في صاله امير عبد الله الفيصل ان شاء الله تبشر بمباراه رائعه تكون ما بين الاهلي والزمالك. طبعا كل التوفيق لفريقنا فريق النادي الاهلي باذن الله. فاروق انا عايز اسالك سؤال، يعني احنا يمكن الكاميرا جايبه الخلفيه بتاعتكم المدرجات اللي امام المقصوره، فطبعا انا واضح ان هي خاليه تماما والالتزام بتعليمات اتحاد السله ولجنه المسابقات بقياده الكابتن احمد كامل التزام كامل. طب الرؤيه او الشاشه مش جايبه المقصوره وما حواليها، هل في حضور جماهيري؟ هل في ناس موجوده ولا اللي موجودين بس اللي مذكورين في الليسته او في القائمه التي تم ارسالها لاتحاد السله؟ يقدر اقول لك يا كابتن هيثم ان كل فريق قدم قائمه للاتحاد كره السله بتتضمن 25 فرد من ضمنهم اعضاء مجلس الاداره. يعني ان شاء الله زمايلنا يعني ان شاء الله يجيبوا لحضرتك الصوره كامله من داخل المقصوره الرئاسيه، لا تواجد تماما. عايز اقول لك ان النادي الاهلي والاداره في النادي الاهلي سواء الاداره التنفيذيه او يعني اداره الامن العميد علاء صلاح فرضين يعني كرتون او تقدر تقول نظام امني تام على صاله الامير عبد الله الفيصل. الاعداد لن تتجاوز ابدا يا كابتن هيثم ال 25، التزام من النادي الاهلي، التزام من نادي الزمالك، ودي صوره مهمه جدا وده امر مهم جدا. وانت عارف دايما يا كابتن هيثم كواحد من يعني افراد المنظومه داخل النادي الاهلي عارف ان الامر لما بيتعلق بتنظيم النادي الاهلي بيبقى فيه يعني دقه مطلوبه جدا بتبقى موجوده، يعني كل الامور بتطبق على اعلى مستوى من خلال اداره النادي الاهلي. من النقاط المهمه برضو يا كابتن هيثم اللي عايز استغل برضو يعني وجود حضرتك ان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي على الرغم من تواجده مع فريق النادي الاهلي في قطر بالدوحه وبيترأس بعثه النادي الاهلي اللي بيستعد لمواجهه فريق الرجاء ان شاء الله في كاس السوبر الافريقي اللي نتمنى التوفيق لفريق النادي الاهلي،
اجرى اكثر من اتصال مع الكابتن رؤوف عبد القادر طبعا لمتابعه والاطمئنان على حاله الفريق ويوصل اكثر من رساله دعم للفريق ان شاء الله. عارف الكابتن محمود الخطيب في اي مكان موجود بيتابع بيآزر ويساند اللاعبين ويتمنى التوفيق باذن الله لكل لاعبي وكل فرق النادي الاهلي. فاروق صلاح وسلاح حامد من ارض الملعب، الحقيقه بشكركم شكرا جزيلا، انتوا غطيتوا لنا كل حاجه، كل الاجواء، كل الكواليس، بجد يعني بشكركم على هذا المجهود الجميل.